انحسرت الحياة السياسية والانحسار كان كبير معناها بالخصوص بعد حركة 18 أكتوبر وبعد ما شهدته الوضعيات في عديد المجالات، المحامين، وضعية المحامين، القضاة، وضعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحوض المنجمي، أصبحت الأحزاب السياسية القانونية حتى المقررات نتاعها لابد ما تدخلش محاصرة. فجاءت انتخابات 2009، قلنا هذه يمكن فرصة باش واحد يتصل بالمواطنين. حزب معناها عنده 7 سنين على التأشيرة، أنجزنا المؤتمر نتاعنا في أواخر مايو 2009 وقلنا نشاركوا في الانتخابات التشريعية وحتى الرئاسية. فمعناها فهمنا المنظومة القانونية، ساعة المنظومة القانونية مجعولة لأنه السلطة الإدارية تجاوز لكل شيء. عندما تودع المطلب الترشح للقائمة ما يعطيوكش توصيل على الورقة اللي عطيتها. تكلم سيلونجي مقبليكا كيفاش قالوا له فما 4 أسماء فقط، لأنه يعطيك ورقة يقولك خذينا التوصيل بتاعك فقط، ثم يقع رفض القائمة.